دلوقتي موجودين في مسار مشروع محور مؤسسة الزكاة اللي يعني يشمل أحياء مطرية وملك والنخل والمنطقة دي كده كلها. ده محور مهم جدا بيوصل مسترد وخصوص وعندة النخل ومطرية والملك بالطريق الدائري. المشروع ده بيتكون من جزئين، جزء الطريق اللي احنا شفناه من شويه، زائد كوبري مؤسسة الذكاء اللي هو موجود بيتم العمل فيه دلوقتي. العمل هنا بيسير على قدم وساق. المشروع ده كله الطريق والكوبري، الكوبري لوحده بيتكلف حوالي 150 مليون جنيه، مشروعات الطرق المرتبطه به حوالي 50 مليون جنيه اخرى. ان شاء الله بالله هنحدد حوالي شهر من دلوقتي هننتهي من هذا المشروع المهم اللي هو بيخلق محور مهم طوله حوالي 8 كيلو، بيصل كل هذه الاحياء بالطريق الدائري، وبالتالي بيوفر على مجموعه كبيره جدا من المواطنين ان هم يتحركوا داخل الشوارع الجانبيه خروجا من هذه المنطقه. مرتبط بهذا المشروع ايضا مشروع اخر، وهو إعادة إصلاح كوبري الشيخ منصور اللي تعرض للانهيار من حوالي 4 شهور أو 5 شهور، والعمل الآن أعتقد على وشك إن هو ينتهي. بنتكلم إحنا على حدود 2 أسبوع دلوقتي ينتهي كوبري الشيخ منصور، وده برضه بيحل مشكلة كبيرة جدا للمنطقة ككل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من كباري المشاة. كل المجموعة دي كلها من المشروعات، محور مؤسسة الزكاة، كبرى مؤسسة الزكاة، كوبري الشيخ منصور، الطريق نفسه، كباري المشاة، هتنتهي يعني إن شاء الله بإذن الله قبل نهاية نوفمبر الحالي، ويتم افتتاحه إن شاء الله بإذن الله. فندم بالنسبة للتكلفة، التكلفة دي المشاريع تقريبا تكلفة، أنا اتكلمت من شوية قلت كوبري مؤسسة الزكاة تكلف حوالي 150 مليون جنيه، ومحور مؤسسة الزكاة نفسه يصل حوالي 50 مليون جنيه. أنا عاوز أقول ده فيما يخص أعمال الطرق، أنا عاوز أقول إن في أعمال أخرى تمت هنا لها علاقة بمرافق المية والشرب والصرف الصحي، ده مشروع آخر كبير جدا. ده مشروع تاني كبير جدا تشرح عليه وزارة الإسكان. لكن هنا بتكلم على شغل أعمال الطرق والكباري في هذا المشروع، بنتكلم عن حوالي 200 مليون جنيه. ده لا يتضمن كوبري الشيخ منصور او عدد اصلاح وتاهيل كباري المشاة في المنطقه. سياده المحافظ، كيف سيتم هذا الكوبري في حال مشكله المرور، خاصه من اعلى كوبري دايري مرورا قلت من شويه ان احنا بنتكلم هنا على محور مروري كبير 3 حارات في كل اتجاه. على فكره هنا كان في مسار 4 حارات في كل اتجاه، هنا كنا بنتكلم على طريق كان محوره هنا في ترعه غير مغطاه، وكان الوسط هنا وسط شبه ريفي، والمنطقه دي كلها كانت مليئه بالمخلفات الزراعيه وتلال من الطين والمخلفات الاخرى. فاحنا يعني اللي جه هنا من 4 5 شهور لابد ان هو لاحظ ان احنا نقلنا هذا المحور نقله كبيره جدا، وان شاء الله مع انتهاء بقى اعمال الانشاء اعتقد المواطنين في المنطقه وغيرها هيلاحظوا انفراجه كبيره جدا في خروج الالاف من الرحلات من هذه المنطقه الى القريه الدائري عشان يستكملوا بقى رحلاتهم الى بلاد خيره.